انت لك تجربه طويله في الاعلام، وكنت من يعني من الارقام القويه في زد رصيدك 2، ويعتبر الرقم الصعب. حدثنا عن تجربتك الاعلاميه في هذاك الوقت والى الان. خليني اتكلم معك استاذي بالعاميه. إيه؟ الى الان لم ارى في حياتي برنامج واقعي متكامل الاطراف، متكامل الاسوار، الفقرات، المتسابقين مثل زد رصيدك 2. ما ادري احنا لما كنا في مصر هذيك الايام ما كان في عصر الطفره الاعلاميه، الحين السوشيال ميديا ما في. كنا في 2010 ما كان سناب، ما كان تويتر هذيك الايام ما في، بس كانت عندنا منتديات مثل فيسبوك ما ادري ايش. لكن مع ذلك قسما بالله ومن الحين تشوف الجمهور ما زال كان عندنا هدف. الهدف وشو؟ ان احنا نقدم رساله، نقدم رساله قبل ان احنا نصير مشاهير. ما نعرف الشهره، احنا نبغى نقدم رساله للجمهور، نبغى نقدم للاخوات للامات اللي يشاهدك منه، امك اختك ربعك ناسك. لذلك انت تمثل مجتمعك، تمثل اول شيء دينك ثم مجتمعك ثم تمثل نفسك. فزد رصيدك في مصر كان اول كان كادر تبارك الله اكثر من 35 الى 40 كادر فني، المخرجين من مهندسين صوت من انتاج الى اخره. كانت منافسه يعني شرسه صراحه الامر يعني. بس الاهداف واحده يعني، سواء من قبل 12 سنه الى وقتنا هذا انه نوصل رساله هادفه للمجتمع. توصيل الرساله اليوم فيها بطء. اصبحت الطفره الاعلاميه اللي هو مواقع التواصل الوصول للشهره اكثر من تقدم رساله. صح. اعطيك يعني معلومه ممكن تصدم فيها. في زد رصيدك 2 والله العظيم عشنا 90 يوم ما ندري وين الكنترول، ما ندري من نعرف المخرج والمدير البرنامج فقط. كنترول والله ما دخلته من يوم ما جيت ذاك اليوم طلعت ما اعرف الكنترول. ليه؟ كان في حزم، كان في وكان في بالي اني ابغى اوصل الى الهدف الرئيسي. بفضل الله كان ذاك الايام يعني في مصر في مدينه الانتاج الاعلامي يعني سفارات كانوا يتابعونها اوروبيه اسلموا. صح. السفيره الهولنديه اسلمت على لكن اقول لك كان التاثير اقوى. إيه الحين الوضع تغير الحمد لله. شوف الحين قناه الواقع تبارك الله يعني خطاها ثابته ماشي على 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 نهج يعني جميل جدا، حققت ارقام يعني كويسه. اضف الى ذلك انه الاستقرار، وهذا تميز قناه الواقع في استقرار يعني اداري، استقرار فني، استقرار استقرار سمي استقرار التكاتفي بين ابناء فريق العمل. واني فرق يعني انا اشوف في طبعا انت تمدح على وقت زد رصيدك 2، فانا مضطر اني امدح برامجنا حنا وقناتنا. أنا حنا انا بعلم شغله واحده. انت قلت انا اشوف ان البرنامج المتكامل وكذا في زد رصيدك 2، وانا للامانه متابع من زد رصيدك 2 الين البرنامج الحالي اللي هو الجنتل. متابع وما فاتتني ولا نسخه، ما شفت لحد الان افضل من البزنس. افضل من البزنس لحد الان، كلهم فيهم الخير والبركه وكلهم يعني في مواهب جباره. صحيح جباره، بس لحد الان البزنس انا اشوف انه كامل ومتكامل. بكره بنطلع من هنا بيقول لك حق جنتل وبرنامج جنتل. صح. لا انا اتكلم لك، شوف انا اتكلمك يا استاذ البزنس طال عمرك. لو تذكر الاسماء اللي فيه، اذا تبغى في الشعر عبد الله الروقي، وطبعا انا ما اكرم في جميع المتسابقين، ولكن الشعر يطلع لك عبد الله الروقي، التمثيل يطلع لك عبد الرحمن غالب، الالقاء الانشاد مسلط زايد. صحيح. يعني في كل موهبه تلقى لك واحد مكسر. وسلمان العنزي ما شاء الله تبارك. انا مؤكرم في الجميع، وبالعكس هذه اسماء ونجوم ظهرت في الوقت اللي كان لابد ان يظهروا فيه. تمام. أنا ما أتكلم لك عن أسماء، أنا أتكلم لك عن 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 كيان، أتكلم. صح. لك عن عن ظروف كانت ذيك الأيام، أتكلم لك عن الحين فرق يا أخي. الحين جيت نزل سنابة ملايين يشوفك، حنا كنا نقاتل والله. صح. ما ندري إيش السالفة. تخيل نحن ما مسك الجوال إلا بعد 90 يوم يا أخي العزيز. في حنا كل يوم كل واحد طالع لكم يقول أعطوني جوال. أتحداك الحين كنت من الإدارة يجي كل يوم واحد يقول أعطني جوالي، أبغى أكلم بكلم هناك والله ما شفنا جوالات. ما تعرفه. إيه. اصلا بعضهم تلقاه ما كان معه جوال اصلا بوقتها يمكن. وين؟ وفي مصر بعد ما تلقى يمكن احد معه جوال. وما دخلنا على الباب اقسم بالله خادم محمد سبحان الله يمسيه بالخير وما شفناه. انا طال عمرك ترى قبل شوي والله العظيم المقصد ابين بس ولائي لبرنامجي فقط، ولا والله يا جماعه كل البرامج انا كلهم فيهم الخير والبركه. اعطيك معلومه، قناه الواقع انا معاها من 2000
و12 و13 بعد دراستك اشتغلت فيها كنت كنت في المدهال من اكثر ما انتقد القناه. انا اتكلم لك عن زملائي كنا في البرنامج اتكلم لك عن البرنامج اللي انا عشت فيه اللي كنا زمان احنا بعض الزملاء حمد العتيبي وطراد والشباب كان في روح كان في شغل. ليه الفرق الحين الفرق يا عين اخوك انه زمان انا اتكلم لك ما تعرف مني خلفه في جمهور وفي جمهور هنا يعرفون. وزمان كنتوا تحترمون الفقرات وتحترمون المقدمين كنا في جامعة وتحترمون المؤدين والله العظيم ما تقرب من باب الاعداد ما تقرب مو اجي وارفسه يعني